السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاة المرأة في مسجد أهلها، وصلاة المرأة في مسجد أهلها خير من صلاة المسجد في مسجدي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاتك في بيتك خير ليكي عن صلاتك في المسجد مع أهلك. حتى المسجد لو كان خاص بيكو، لو خاص في البيت عندكو، عاملين المسجد تحت البيت، لا، صلاتك في بيتك في حجرتك أفضل من إن أنت تصلي في المسجد ده. ولو أفضل إن أنت تصلي في الحجرة اللي أنت بتنامي فيها. وحديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها تعادل صلاة الرجل في المسجد. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيديك ثواب صلاتك في البيت زي صلاة الرجل بالظبط في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام بيأمر كل واحدة إن هي تصلي في بيتها في حجرتها في رمضان وغير رمضان. يا ريت ما نشوفش النساء في شهر رمضان تخرج وتنزل تقولك أنا رايح أصلي القيام ورايح أصلي التهجد في نص الليل. بلاش كل ده، صلاتك أفضل في بيتك في مكانك في حجرة النوم بتاعتك، ده الأفضل وده اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بيأمرك بيه. والرسول عليه الصلاة والسلام بيطمنك إن أنت صلاتك في بيتك بتعادل صلاة الرجل في المسجد. فيا ريت تحب صلاتك في بيتك، تحب صلاتك إن أنت قاعدة في بيتك لابسة اللبس اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، البسي الإسدال بتاعك وصلي، صلي لربنا سبحانه وتعالى بدل ما بتخرجي في شهر رمضان أو غير شهر رمضان وعايزة تصلي في المسجد وبتلبسي عبايات عليها حاجات بتلمع وحاجات تلفت الأنظار وتقول أنا رايحة نصلي لربنا سبحانه وتعالى. أنت رايحة في المسجد كم واحد بيبص عليك، وكم واحد في الزحمة بتاعت شهر رمضان ده بيخبط فيكي وبتخبطي فيه وأنت رايحة في الشارع. فياريت ربنا سبحانه وتعالى عايز يحميكي وعايز يحافظ عليكي، فربنا شرع لك ان انت تصلي في المسجد في بيتك افضل من المسجد. صلي، عايزه تصلي جماعه باهل البيت باختك بامك باي حد، صلي صلي في بيتك افضل لك، وان شاء الله تاخد الصواب اللي الرجل بياخده في المسجد. بنشوف طبعا الشارع عامله ازاي والزحام والتخبيط، الشباب اصلا اللي ما بتصليش اللي بتبقى قاعده عشان تتفرج على البنات اللي رايحه واللي جايه. فما تعرضيش نفسي لحاجه زي دي، حد يخبطك، حد يبصلك، حد يكلمك في رمضان. في رمضان عشان في ناس مش فارق معاها رمضان من غير رمضان، مش فارق معاها ما بتصليش في رمضان وغير رمضان. فما تعرضيش نفسك ان حد يبصلك، حد يكلمك، حد يلمسك، فما تعرضيش نفسك لكده. وانت ماشية في الشارع متوضية في بيتك، شاب لمسك، شاب لمس ايدك، شاب لمس اي حاجة، انت كده بوظت الوضوء بتاعك، فمش هينفع لك صلاة. انت هتروحي تصلي ازاي؟ فيا ريت صلاتك في بيتك افضل لك، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيأمرك بكده، والرسول عليه الصلاة والسلام بيطمنك ان انت ربنا سبحانه وتعالى هيديلك الصواب بتاعك كامل، مش هينقص منه حاجة. يعني زي ما بنقوله صلاة الرجل في البيت بدرجة واحدة، في المسجد 27 درجة. يعني مفيش مقارنة. لكن ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام بيطمنوك إن أنت تاخدي صوابك كامل في بيتك زيك زي الرجل بالظبط. فما تخافيش، صلي في بيتك، صلي في حجرة بيتك وهتاخد الصواب بإذن الله كامل. ما تفكريش تنزلي المسجد، ما تفكريش تنزلي، أفضل الصلاة
للمرأة هي في بيتها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرش المرأة إن هي تنزل في صلاة العيد. صلاة العيد أمر كل النساء وأمر كل الصبيان وأمر كل الناس ينزلوا في صلاة العيد، عشان هذا عيد المسلمين، كله ينزل وكله يفرح. لكن برضه مش زي اللي احنا بنشوفه الأيام دي، الشباب على البنات وكله على بعضه بيصلوا جنب بعض. لا طبعا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر إن النساء تنزل كان في قواعد وكان في شروط، إن الرجال في الأمام والنساء في الخلف. لكن مش زي ما احنا بنشوف برضه دلوقتي كله على بعضه، واحد جنب واحدة، كله جنب بعضه. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر كان الرجال في الأمام والنساء في الخلف، كذلك في الصلاة في المسجد. فياريت صلاتك في بيتك هي أفضل ليك في كل وقت. ياريت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لكل النساء، صلي في بيتك.